عملة أسواق مالية في إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن العملات الأجنبية وافتتاح أسواق الأسهم وتقلبات أسعار الذهب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذن بداية، لاحظنا خلال تعاملات الأسبوع الماضي العديد من المعطيات التي أثرت على أسعار الصرف وأسعار العملات بشكل عام وتحديدا منطقة اليورو. ما هي المعلومات وأيضا المعطيات على الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع التي من الممكن أن تؤثر على أسعار العملات؟ أهلا بك. بالفعل هناك عدد من البيانات الاقتصادية اللي عم نترقبها هذا الأسبوع، بالتالي شهدنا ارتفاعات لمؤشر الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي بعد التراجعات التي شهدناها خلال فترة الأسبوع الماضي، لكن استعاد هذه القوة خاصة بعد الإعلان عن خطة جو بايدن التي أعلن عنها يوم الخميس، وهذا أعطى دعم لمؤشر الدولار الأمريكي الخطة الاقتصادية، فبالتالي تأثيرات كانت إيجابية على مؤشر الدولار الأمريكي. وبالرغم أنه لدينا بيانات نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت أقل من التوقعات، ونحن نتحدث عن أرقام 2%، كانت توقعات تقريبا 2.6%، وأيضا مؤشر التضخم الذي جاء وبقي الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي، نحن نتحدث عن مؤشر انفاق الاستهلاك بارتفاع 3.6%، كانت التوقعات تقريبا عن 3.7%، لكن هو الأعلى. اليورو كان متراجع أمام الدولار الأمريكي، وربما تستمر هذه التراجعات في ظل قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة المتدنية في أدنى مستوياتها على الإطلاق، وأيضا الإبقاء على سياسته النقدية كما هي، ورأى بأن التضخم يحتاج بعض الوقت، لكن بقيت نظرته أن التضخم سوف ينخفض، وهذا نتيجة عوامل مؤقتة، نتيجة أزمة وأزمة اختناق سلاسل التوريد. نعم. يعني أستاذة لينا، تحديدا فيما يتعلق بالتضخم، لاحظنا بأن يعني منطقة اليورو سجل معدل التضخم الأعلى منذ 13 عاما تحديدا، وأيضا نلاحظ هناك تباين. نعم. بالحديث حول أسعار ومعدلات التضخم يعني كيف يعني تنظرون إلى هذه التذبذب وأيضا عملية التباين في الإعلان عن معدلات التضخم والتعامل أيضا مع عمليات التحفيز الكمي، يعني كيف تواجهون هذا التذبذب في سوق العملات؟ نعم، بالفعل هو اختلاف. نحن نتحدث أحمد عن توجهات في البنوك المركزية، يعني ما زال أنه عم يروا البنوك المركزية عم تشوف أنه التضخم يعني ربما يستمر لفترة أطول لكن سوف ينخفض خلال العام المقبل، هذا ما يتوقعه البنك المركزي الأوروبي خلال تصريحات كريستين لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي. وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث عن أرقام أيضا للتضخم، لكن كلها متوقع أنه هي تتبع أسباب مؤقتة وتتعلق بأزمة اختناق سلاسل التوريد وأزمة الطاقة، وسوف تعود أسعار التضخم وتنخفض، فبالتالي أنه البنك المركزي الأوروبي يرى أنه لا حاجة الآن لأي تشديد للسياسة النقدية في وقت عم نشوف فيه عودة لارتفاع عدد الإصابات في فيروس كورونا، ويحتاج الاقتصاد لمزيد من التعافي في اقتصاد منطقة اليورو. فبالتالي توجهاتهم ليست الآن إلى تشديد السياسة النقدية على عكس البنوك المركزية الأخرى. نحن نترقب طبعا أهم بنك في الاجتماع المقبل هو البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وهناك توجهات فعلا لتقليص أو تقليص برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريا، فهذا سيكون لو تم هذا التقليص سيكون هناك حركة إيجابية سوف نراها على الدولار الأمريكي. وأيضا نترقب بنك إنجلترا المركزي الذي سوف يقوم يعلن ربما عن تقليص بالفعل أو رفع لأسعار الفائدة في وقت قريب في الربع الأول من عام 2021، فبالتالي سيكون له تأثيرات خلال الأسبوع المقبل في على الجنيه الإسترليني، والترقب لمؤشر الدولار الأمريكي وأيضا الدولار الأسترالي، لأنه أيضا في اجتماع البنك
الاسترالي البنك المركزي الاسترالي. نعم. فهذه كلها هذه مؤثرات على تحركات نعم. العملات وتوجهات السياسه النقديه المختلفه بين دوله ودوله اخرى. نعم. يعني استاذه لينا نذهب الى الاسواق الاسيويه مبدئيا، يعني الحديث عن اليوان الصيني قام بتثبيت يعني المقابل الدولار خلال تعاملات الجمعه الماضيه، لاحظنا العديد من التحركات في الصين بالايضا مع الارتفاع في اعداد الاصابات بكورونا، تم تسجيل عدد من الاصابات، يعني كيف سيؤثر على اداء اليوان مقابل العملات الاخرى؟ بالنسبة لليوان الصيني، يعني هناك عدد من الأسباب، البيانات الاقتصادية كانت سلبية عن تباطؤ نشاط المصانع ومؤشر مديري المشتريات في الصين الذي أظهر تباطؤا وأدنى من مستويات الـ50، نحن نتحدث تقريبا عن 49.5 تقريبا القراءة جاءت، فبالتالي هذه القراءة وتأتي 49.2 مقابل توقعات 49.6، فهي أقل من توقعات الأسواق، وأي رقم تحت الـ50 هو يعني تقريبا نتحدث عن تباطؤ أو انكماش في نشاط المصانع، وأيضا في ظل ارتفاع عدد إصابات بفيروس كورونا وأزمة الطاقة. شاهدنا يعني خلال الفترة السابقة أن اليوان الصيني عم نشوفه في أعلى مستوياته في 5 أشهر، لكن في ظل تلك البيانات الاقتصادية في ظل ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا، يعني هل فعلا سيستمر في الارتفاع في وايضا لا ننسى انه اجتماع البنك المركزي الاحتياطي الفدرالي الامريكي وتاثير الدولار الامريكي، سوف نرى التاثير على الدولار نعم يعني العديد من المعطيات يعني سدلينا على الاجنده الاقتصاديه يعني المتوقعه خلال تعاملات هذا الاسبوع، لكن نذهب الى سوق الاسهم تحديدا، يعني بعد الاعلان عن كبريات شركات التكنولوجيا والاتصالات عن بياناتها للربع الثالث، كيف ترين الارتفاع او التاثر في الاسواق العالميه اجمالا والاسواق الامريكيه تحديدا؟ بالنسبة للأسواق الأسهم الأمريكية، يظهر أنها تواصل موجة الصعود وتحقق مكاسب سواء أسبوعية أو شهرية بارتفاعات قوية، نشاهدها بمكاسب شهرية على الإطلاق لإس أن بي 500 وأيضا بأكثر من 7%، ومؤشر ناسداك بأكثر من 7.25%، ويظهر أنه مايكروسوفت تتصدر عرش أبل الذي كان هو يستولي على الأكبر القيمة السوقية، فنتيجة النتائج أفضل من التوقعات جاءت من أغلب الشركات، لكن شركة أبل أعطتنا نتائج أسوأ من التوقعات، إيراداتها جاءت أقل من التوقعات، والسبب كان بسبب تعطل واختناق سلاسل التوريد الذي أثر على إيرادات شركة أبل، لكن بشكل عام بالمجمل هناك نتائج إيجابية، وتستمر موجة الصعود في أسواق الأسهم الأمريكية متغاضية عن أي مسألة التضخم والارتفاعات ومستويات التضخم اللي عم نصلها نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار السلع، وبالرغم من بعض النتائج عم نشوفها من بعض الشركات، لكن موجة الصعود تتواصل، وأتوقع المزيد من الارتفاعات في سوق الأسهم الأمريكية، فهناك يظهر أنه شهية لأخذ المخاطر، وأيضا تتغاضى عن أيضا اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، فيظهر أنه موجة الصعود مستمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأسهم يعني الأوروبية. أستاذة لينا، يعني كما تفضلت ارتفاع في شهية المخاطرة في لأسواق الأسهم، هناك تذبذب واضح في أسواق العملات أيضا بسبب المعطيات الاقتصادية خلال تعاملات الأسبوع ذاته، لكن هل الذهب يستفيد في ظل هذه البيانات، وهل هو يعني في ظل الارتفاعات الحاصلة في أسعار العملات الأخيرة، هل من الممكن يستفيد الذهب أكثر ليصل ويتجاوز مستويات الـ2850 للأونصة الواحدة؟ بالنسبة للذهب، نحن عم نشوفه عم يتداول ضمن نطاقات جانبية بعد ما حاول انه يرتفع وصل لمستويات الـ1800، لكن عاد للتراجع. طبعا الدولار الامريكي عم يشوف الارتفاعات، وهذا عم بيسبب بعض الضغوط، وايضا عوائد سندات الخزانة الامريكية عم تستمر بالضغط على اسعار الذهب. نحن رح نترقب طبعا الاجتماع يوم الاربعاء، اي تجديد للسياسة النقدية سيكون له تأثير سلبي على الذهب، اي اذا لم يكن هناك اي تجديد للسياسة النقدية وتستمر السياسة التحفيزية كما هي سوف يدعم أسعار الذهب، وسوف نرى مستويات 1850، ربما يستفيد الذهب من ارتفاعات التضخم ويصل تلك المستويات، لكن مستبعد إذا أي تجديد للسياسة النقدية بأن نرى هذه الأرقام على المستوى القريب.
نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا على هذا الشرح الوافي.